Watch out, Andrew Chun is here. هيا بنا للشرح. اهلا بكم في فيديو جديد. وزي ما انتم شايفين عنوان الفيديو، ليه انا مش بعرف اتصرف في وقت الخطر، او ليه انا بتوتر في وقت الخطر. هل ده طبعا ليه اسباب؟ طبعا ليه ثلاث اسباب. طب الثلاث اسباب ايه هما باختصار شديد؟ اول حاجه ان انت بتكون خايف على اللي قدامك، فخايف طبعا ان انت تضربه ضربه يموت فيها لا قدر الله، فعلشان كده انت متوتر بسبب النقطه ديت. خايف برضو ان انت تتحاسب عليه فيما بعد، لان اكيد لو انت ضربته ضربة غلط ومات فيها لا قدر الله انت مش هتتساب، حتى لو كان دفاع عن النفس طبعا هتخش في متاهات وسين وجيم والدنيا هتبوظ معاك على الاخر. فالنقطة ديت انت بتكون شغلة بالك بشكل قوي جدا، وبتقعد تفكر فيها وقت الخطر لما بيجي لك. فعلشان كده ديت اول نقطة. طب تاني نقطة ان انت بتخاف من الشخص اللي قدامك، بتخاف من الهجوم اللي قدامك، علشان كده انت بتتوتر، وساعتها بيكون عندك عدم ثبات انفعالي، ما بيكونش عندك ثبات انفعالي وما بتكونش قادر تتصرف بسبب خوفك او توترك من اللي قدامك. فاصبح دلوقتي النقطة ديت برضو من ضمن المشاكل الاساسية اللي كل انسان بيواجهها لما بيتعرض لاي مشكلة. تالت نقطة ان انت بتنسى الحركات، بتنسى الحركات اللي انت اتدربت عليها، او ما بتبقاش عارف انت تطلع الحركة امتى او في انهي وقت او انهي حركة من الاساس. يعني انت دلوقتي يعني مثلا نقول ان انت متعلم 100 حركة مثلا، يعني انت مش عارف اساسا تطلع انهي حركة في المية. فاصبح دلوقتي مخك هيبقى في صراع، وفي نفس الوقت برضه هترجع للنقطة التانية واللي انت هتوصل للتوتر، لان انت مش عارف تطلع انهي حركة ومش عارف تطلعها امتى او في انهي وقت. لان طبعا في الخناقات زي ما انت عارف اللي قدامك بيلوش واساسا بيعمل حركات عشوائيه كتير، فانت بتتلخبط وما بتكونش عارف تستخدم اي تكنيك من التكنيكات كلها اللي انت متعلمها. طيب ديت التلات مشاكل الاساسيه اللي انت بتواجههم في وقت الخطر. طب هل في حل للتلات مشاكل دول؟ هما تلات مشاكل وليهم تلات حلول باختصار شديد جدا. اول مشكله ان هي ان انت بتبقى خايف على اللي قدامك. ببساطة شديدة جدا ما تستخدمش التكنيكات اللي هي فيها خطر شديد. يعني انت مثلا متعلم تكنيك يعني لو انت عملته على الانسان اللي قدامك هيموته، لا استخدم الاسلوب بتاعك عادي جدا، الضربات بتاعتك عادي جدا، واكيد يعني لو انت تستخدم الاسلوب بتاعك مش هتقتله للدرجة دي. انت مش بتواجه انسان مصنوع من البلاستيك. فاصبح دلوقتي لازم برضو تحط في دماغك نقطة زي كده، لكن ما تستخدمليش مثلا حركة مثلا سيف يد في الرقبة تنهي عليه في الحال وممكن توديه في غيبوبة وممكن لا قدر الله يعني تتسبب في وفاته. طب وعلى ايه كل ده؟ استخدم الحركات اللي هي تعجز الخصم اللي قدامك، اللي هي تتعبه لكن مش اللي هي تموته. فبرضو انت لازم تكون حكيم وعندك شيء من الحكمة، علشان انت لو عملت اي حاجة لا قدر الله الدنيا هتبقى باظت عندك خالص. ما تستخدمش التكنيكات الخطر اللي غير فعلا واحد هدفه ان هو يموتك. يعني مثلا واحد مثبتك بمطوه، انت في حته مقطوعه مثلا وطلع عليك ناس فعلا هدفهم ان هم يقتلوك، لا استخدم اخطر التكنيكات اللي انت متعلمها وما تخافش، لان كده كده خلاص ما يا قاتل يا مقتول. لكن في خناقه عاديه ما تستخدمليش التكنيكات اللي هي الخطر وتودي نفسك في داهيه، لا احنا مش عايزين نوصل للدرجه ديت. ديت اول مشكله وديت حلها. طب تاني مشكلة ان انت بتتوتر وبتخاف من الشخص اللي قدامك، ده حلها ان انت تدخل فايت كتير مع اصدقائك او زمايلك في التدريب او قرايبك او حتى كمان مدربك، ويستحسن يكون مدربك. هتقولي طب اشمعنى مدربي؟ علشان هو طبعا هيجرأك ان انت تنفذ الحركات اللي انت متعلمها على الانسان اللي قدامك. ان هو مهما كان مستواك ومهما كانت احترافيتك، فانت بتتدرب الحركات بيكون عندك ساعتها ثبات انفعالي، لان انت عارف ان الحركات اللي انت بتتدرب عليها دي سواء مع جماد او سواء مع قرايبك او مع اصدقائك، كده كده الحركات ديت انت عارف ان هم اللي قدامك مش هيأذوك، فانت حالتك النفسيه هاديه، مفيش توتر، في ثبات انفعالي، الدنيا معاك زي الفل. لكن اول لما تتعرض لخطر هرمون الادرينالين يشتغل، وساعتها تدخل في توتر وجسمك طبعا هيترعش، فالدنيا هتبوظ معاك على الاخر. فعلشان كده ادخل فايت كتير جدا علشان تتعود علشان تتعلم الحركات اللي انت بتتدرب عليها تنفذها ازاي على اللي قدامك.
هتقول لي الله طب ما انا كده رجعت لنقطه الصفر، طب ما انا لما اتدرب مع اصدقائي ما انا عارف برضو ان هم، او لما ادخل فايت ضدهم ما انا عارف ان هم مش هيأذوني. لا، ما انت هيدخلوا هتخليهم يدخلوا ضدك بعنف لحد ما، مش بعنف يعني جديد او زاد عن اللزوم، وطبعا انت هتكون لابس واقي علشان ما تتأذيش. بالطريقه ديت مخك هيتعود، لان هو شاف الخطر ده قبل كده وشاف الهجوم قبل كده، لان خلي بالك مخك بيتعود ما بيميز، يعني حتة التميز في النقطة دي ما بيميزهاش، هو مخ الإنسان بيتعود وبيستقبل صورة وبيسجلها ولا أكتر ولا أقل. الكلام ده كده هتكون شايفه، علشان لما تتعرض لوقت الخطر بالنسبة لك هتبقى حاجة عادية، أنت متعود عليها وبتتدرب عليها كمان، فوقت الخطر الحركات هتطلع تلقائي. تالت نقطة أو تالت مشكلة احنا اتكلمنا عليها، وهي إن أنت بتنسى الحركات أو مش عارف تطلع أي حركة الأول، ودي حلها بسيط جدا، اتدرب على الأسلوب بتاعك عادي جدا، بس خلي عندك اتنين تكنيك مميزين عندك أو حتى تكنيك واحد. ليه؟ علشان في وقت الخطر يطلع لوحده من غير ما أنت تفكر، يعني من غير ما أنت تفكر يكون الذاكرة العضلية عندك خلاص هي احتفظت بيه وسجلته، وهيطلع تلقائي من غير ما أنت تفكر، هتلاقي نفسك بتعمله لا إرادي. من غير ما انت تفكر ومن غير ما انت تبتذل اي مجهود. علشان كده نمشي على الثلاث خطوات دول، لان هم دول اللي هينفعوك لو انت اتدربت مهما كان مستواك ومهما كانت قوتك ومهما كانت احترافيتك. وقت الخطر هتترعش وهتتوتر وهتخاف، علشان انت ما بتدخلش بكذا فايت، لان الفايت اساسا انت بتدخله ليه؟ عشان يعودك ان انت تعمل ابليكيشن او تعمل تطبيق على اللي انت متدربه، هتعرف تستخدمه في ضد الانسان اللي قدامك ولا لا. بالطريقه ديت هتتعود ان انت لما تقف وقت الخطر بالنسبه لك الدنيا هتبقى سهله جدا. اتمنى ان ربنا يبعدكم عن كل مشاكل وكل اذيه، وما تقربوش للمشاكل، او حاولوا على قد ما تقدروا تجنبوا المشاكل، لان صدقني المشاكل مش حلوه سواء على الضارب او المضروب. يعني انت لو خرجت من مشكله او خناقه وانت اللي ضارب وميه ميه وما فاكش خدش، انت برضو متضرر ان انت عطلت وقتك وخدت من حالتك النفسيه. طب وعلى ايه؟ ما انت تتلاشى كل ده. حاول على قد ما تقدر تتجنب المشاكل. يوم ما المشاكل هي اللي تجيلك لغايه عندك ساعتها تعامل. يعني يوم المشكله انت بتبعد عنها برضه مصممه ان هي تيجي فيك، لا ساعتها بقى تعامل. كده بقى مفيش مفر، لان احنا مش متضربين في نون دفاع للنفس عشان ما ندافعش عن نفسنا، اكيد لا عشان ندافع عن نفسنا. فحاول على قد ما تقدر تتجنب المشاكل، وايه؟ لو سمعت شتمتك بودنك عادي، قول للي شتمك الله يسامحك. وما تستمعش لاي حد يقول لك يا عم انت ازاي بتعمل كده، ده انت مش راجل، ده انت المفروض تضربه، ده انت المفروض تعمله. وعارف انت لو سمعت كلامه في الاخر ورحت ضربته وتعرضت لمشكله، في الاخر الشخص اللي هو كان بيسخنك في الاول ده وفي البدايه هيقول لك انا ما قلتلكش تعمل كده وانت بتاع مشاكل، ساعتها الايه هتتعكس. فعلشان كده بلاش تخلي ودنك مع ناس مستفزين او ناس بتسخنك على الشر. فعلشان كده خلي دايما ودنك مع الناس اللي هم بيهدوك، علشان صدقني يوم ما انت تتعرض لمشكله وتضرب الانسان اللي قدامك وتقع في مشكله، ساعتها الكل هيتخلى عنك ويقول لك انت بتاع مشاكل. فعلى ايه؟ احكم عقلك، خلي عقلك في شيء من الحكمه. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، واتمنى برضو تلتزموا بالنقط اللي انا قلتها وما تستهونوش بيها، لان صدقوني ديت عملت معايا فرق كبير جدا. يعني انا شخصيا عملت فرق معايا كبير جدا، وفعلا بقيت في وقت الخطر ما بتوترش. وتعرضت لكذا مشكلة على فكرة، ومن ساعة لما أنا نفذت النقط ديت بقيت للأحسن بكتير جدا. شكرا ليكم ونشوفكم في فيديوهات أقوى. إذا أعجبك الشرح رجاء لا تنسي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من قناة أندرو.